بسم الله الرحمن الرحيم متتبعي قناة خرز ضرب قدر، مرحبا بكم، تنطلقوا من جديد في حلقة جديدة. مرحبا بكم، رمضان مبارك وسعيد. هناك بعض الجرائم، هناك جرائم كثيرة يعاقب عليها القانون الوضعي، جرائم تقترفها الإنسان وتتعاقب عليها بالقانون الوضعي، القانون الجانبي العمل، أي أنه يتم إلقاء القبض عليه من طرف الضابطة القضائية، يحال على المحكمة، يمشي للسجن. كاين جرائم اللي تعاقب عليها الله، كاين ناس تتعرضوا للاعتداءات وتتعرضوا للعنف وتتعرضوا لبزاف الحوايج، ولكن داك الشيء اللي تيوقع لهم ما تيمشيوش يشكيو، أو ما تيلقاوش كيفاش يديروا يشكيو، أو ما تقدروش يشكيو وتيخليو شكوى ليوم لله. كبحال شي ولد شاب مثلا مراهق تتعدى على دارهم، مو تتبغيه وباه تيبغيه، ولكن تتعدى عليهم وتسرق ليهم وتدي لهم ديالهم ومنوض لهم الصداع ومكرفصهم وتسبب خليا نضربهم، ولكن مساكن تلقاو ما عندهم جهد، ما باغي يشدوا الحبس، عارفين بان غيخرج من الحبس غيرجع ليهم وغادي يعذبهم اكثر، تيخليو امرهم الله. واحد السيد قال لي على ولده، سلمت عليك تي لاباس بخير، كيدير شويه، قال لي لاباس اللهم لك الحمد، هو يحلف لي، قال لي والله لا بخير السي خراز، وراجل كبير تنعرفو، قال لي بعد الحمد لله جا معك رمضان، قال لي جا معايا رمضان، عرفتي باش؟ قلت ليه باش؟ الحمد لله. قال لي الدري راه دخل الحبس، عطاه 4 شهور، وبعد هاد 4 شهور غنريحو انا ومو عاد وين ننعسو، دابا دوز منها شهر وغادي يدوز منها ان شاء الله شهر ديال رمضان، ويقدر يدوز منها الشهر اللي تبع رمضان، دوز عيد كبير، بعد عطاو هاد 4 شهور غادي نريحو شويه ودي السي خلاص، والله الا عاد وليت تنسد بابي وعاد تريح ومرتو امو مسكينه ولات غادا تنعس، اللهم لك الحمد، هاد الشهر دوزنا مزيان وهاد رمضان تا هو مخير غندوزو ان شاء الله. هو في الحبس قال لي يا حنا ما تنعسو ما تندوقوه معاه، عشنا حاره معاه وليدي، قال لي عشنا حاره معاه، مكرفسنا ومرتنا، دعينا في الله تعينا ما خلينا ما درنا. قلت له وهذا الشيء كنت تعلم به، نمشي عند المخزن ودير به شكايه، قال لي ندير به شكايه، والله ولدي تيعدمني انا وامه، والله تشد الحبس على ودنا حنا تيخرج علينا، ما عندنا ما نديرو هذا العذاب. قال لي حنا طالعين فيه واحد 10 سنين، قال لي وحنا طالعين في هذا العذاب، راه ملي كانت عنده 18 عام هو تيكرفس فينا، بعنا معيناتنا دانا حويجاتنا، ولكن الحمد لله دابا بعدا من تيدخل الحبس تلقاو ديك الراحه، راه فايت شد واحد العام كامل، والله الا شديت صحتي، ودابا جاب الله 4 شهور. هادو من الجرائم اللي مواليهم ما تيقدوش مساكن يمشيو لعند مخزن، لا عند هادي لا عند هادي. بحال مرة تيكرفسها راجلها، راجل مخمر تيكرفس مراتو ويضرب ولادو وجوعهم، وهذا هي جريمه، ولكن ديك المرأة اش تدير؟ كان عندي 3 دراري وفي غنديه للحبس، واش غيدير لي في الحبس وغيخرج عاد يلكني وعاد كذا، تتلقى راسها مسكينة واحلة. من غتشكي؟ تتشكي لشي مرأة ولا تتشكي لمها ولا تتشكي لشي حد في الزنقة، تشكي ليه راه دار ليا ودار ليا وهرس ليا المعن وضربني وتكرفس عليا البارح وجرى عليا بجوج الليل، وهي صابرة صابرة. كانوا عيالات تيجيو عندنا لابيرمونونس مضروبين في الليل ضاربينهم رجالهم، ومن تيجيبوا الراجل وهي مسكينه مركبه ولدها ولا جاره شي بنت في حالتها حاله، وتنجيبوه وتتبقى تقول لك وسيدي الله باغي يهضروا معاه، هاد المره يبعد مني غير يهضروا معاه، تنقول لها اشتي هذا غادي للحبس، وسيدي انتم تعرفوا غير المهم هضروا معاه الله يرحمه، هذيك ولا بغى ينعس الشيطان ما بقاش يضربني، ما باغياش مسكينه تصيفطوا، ما باغياش، عارفه حتى ديك تصيفطوا للحبس راه بعد منها هو العذاب الكبير، وغتفرق دارها وقد يطلقها ولا قد يجري عليها يهجرها، وقد بزاف الناس اللي واكلين العصا، وداك الشيء تيدا لهم راه جريمه، ولكن مساكن ما عندهمش الباب اللي يدوزوا، وصابرين صابرين صابرين. هاد نسميها قصه او نسميها الجريمه اليوم اللي غنعاود لكم، تتبين بان الله سبحانه وتعالى بعد الناس يعاقبهم في الدنيا الجرائم اللي داروا. تتشوفوا مثلا حكام، ومنهم حكام عرب تنعرفوهم بلا ما نذكر سمياتهم، داك الشيء اللي دوزوا ديال الطغيان
وداكشي اللي دوزوا على الشعب ديالهم وعلى الناس ديالهم والمعارضه ديالهم ما دوزوا عليهم، والله سبحانه وتعالى عاقبهم في الدنيا. لان ربي ما تعاقب واحد، رجل عادي، رجل عادي تعاقبه يلا تسمعوا ديك الخبر ديالو ديال الله راه خرج عليه والله راه عاقبه ما بين عائلته ما بين جيرانه. ولكن من تيكون حاكم او ظالم كبير او شي شخصيه معروفه او شي هذا او شي وزير او كذا دوز على الناس ديالو او شي قيد او كذا، من تي ربي تيضربوا ديك الضربات كلشي تيتقلى الخبر بزاف كتنتشر في العالم. شوفوا حالته كيفاش كملها، الله يجعل اخرنا احسن من اولنا. والاخير العذاب ديال الاخرنا الاخر ديالنا من تيكون فيه العذاب والانسان تيتعذب في الاخر ديالو تتلقى تيتعذب بشي مرض ولا شي عذاب ولا شي تمره ولا جوع ولا قرا، هناك الله لا يظلم احدا. عاشوا معنا بوليس عرفناهم والله العظيم كانوا ظلماء كانوا ظالمين ابدا ما كذب كانوا ظالمين، لم يكونوا كثره ولكن كانوا قله قله قليله، وكان نعرفوهم كنا بانه كان ظالم لا في المساطير لا في التعامل مع الناس لا داك تقولي بي هذا قولي سني عليه هذه وهي ماشي هذه. وشفناهم في الاخر ديالهم شفناهم في التقاعد ديالهم كيفاش كانوا والله العظيم تنشوفهم. علاش سبحان الله العظيم علاش تنشوفهم تشوهوا ماشي واحد ماشي جوج تشوهوا في الاخر قالوا مشاكل خرج التقاعد ما يندوز هاتوا حاله عندنا بغى يقدم شي خدمه وتبقى نشوفوا فيهم عن بعد لما تشوف في الطريق الناس ما تعرفوهمش حدو تيقولوا هذاك راه كان بوليسي او كان جندرمي او كان، ولكن حنا تنعرفوهم تنقولوا شوف فلان صاحب كديز شوف داك كيفاش كان تيدير عباد الله شوف كيفاش تيدير حنا اللي شاهدين عليه كيفاش كان. نرجعوا القصه ديالنا ديال اليوم. واحد السيد ما نذكرش الى ذكرت دابا قلنا في البوليس لانه التجربه ديالو عشت معهم، ولكن غنقول كان في المخزن، هو ما كانش في البوليس حقيقه ولكن كان في المخزن. كان السيد في المخزن، والمخزن يجمعوا جميع المؤسسات الأمنية تتسمى المخزن بما في ذلك القضاء والدرك والشرطة والقوى المساعدة. هذا السيد كان في المخزن وكانت عنده واحد الرتبة مزيانة وكان أعزب وعنده كل شيء، عنده دار أبارتمان ديالو عنده سيارته عنده مانضة مزيانة عايش مزيان. تعرف مع واحد البنت، بنت عازبة تعرف معها، بنت كانت تتقرأ وهو كان معروف عليه بأنه كانوا عينه خضرين كما تيقولوا الناس اللي في الغرب هنا تيعرفوا شنو عينيه خضرين، ربما في الشرق ولا في كذا عين خضرين هو الرجل الذي تشغله النساء كثيرا مولع بالنساء بالدرجة نقول زهواني، وكان يحب الجمال. أي كان فترة حياته الناس اللي تعرفوه اللي عاشوا اللي كانوا بجنبه وهاد هاد هاد, هاد القصة هادي اجتمع واحد السيد واحد عامل شرطة السيد السملالي اللي كان في الأمن وكان رجل عنده مسؤولية كبيرة كانت في الأمن وكان رجل خرج وخرج وجهه منور وخرج رجل لم يكن ظالما كما عرفناه ولم يكن رجل معتدي وخرج نقي الحمد لله وخرج بقيمته بشرفه وبليدته ورجل الآن خرج تقعد ولكن باقي الناس يحيوا على العمل دياله. وجلست أنا وياه وجبدنا هذا الحديث على ذاك السيد وسرد لي هذا الشيء هذا اللي كان تعرفه كان بجنبه وحده وخدم معه في جوج المدن بالصدفة خدم معه في هذه المدينة وهذه المدينة وتعرفه يعرف حياته وعلاقة كانت بيناتهم وعاودي يعني تنحييك سيدي السملالي ومبارك وجهك. هذا السيد كان يحب الجمال ماشي السيد السملالي ولكن السيد اللي في المخزن باش ما السيد السملالي يقول لك قلتي شكرتيني قلتي احب الجمال وهي بغيتي تشريها لي سي خرز لا 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 سيدي السملالي رعاك الله. هذا السيد كان يحب الجمال وكان يتعرف مع هذه يلقى حسن منها يبدلها، تعرف ما هذه يبدلها بحسن منها، يدور حدا بنت الجامعه، يدور حدا العامله ديال المعامل، فيما بانت ليه شي وحده جميله الا وكانت تدير معها شي علاقه. بحجه انه تدير مع شي واحد يقول انا اعزب وانا تنقلب على راسي وبغيت نتزوج وماشي شغل شي واحد فيا. عرف كيما قلت لكم واحد البنت كانت تتقرا وتعرف عليها وكانت حسناء وكانت جميله وتعرف ما بقى معها واحد المده. وهذيك البنت حبها من قلبه
وحبته البنت، ضحى معها وضحات معه، ولات ملتصقة به. بدات تفكر الزواج، تتفكر هي تكمل قرايتها باش توظف، تيتسناها باش توظف، وبقى علاقته معها. اي تعهدوا بانهم غادي يكونوا عائله. واحد النهار هو في المكتب ديالو، جات عنده واحد المراه لابسه البيض ومعها دري صغير. لباس الابيض راكم تتعرفوه، هو لباس الحزن بالنسبه لنا حنا المسلمين في المذهب المالكي، ان المراه تتلبس لباس ابيض، هو كعرف عندنا وفي المذهب ديالنا ومعترف به، وعندنا المغرب اخص عندنا حنا في المغرب، ان اللباس الابيض هو لباس حزن. بلا ما يقول لي شي واحد الاخر هذيك راه بدعه وما بدعه وكذا، الله يعطيك الصحه، خلينا نعيشوا في الواقع ديالنا المغربي. ان تشوف بعض الكومونتير ديال الناس تلقاو غير بحال الماء، يلقاو غير من يدوزوا تيدوزوا، غير تلقاو شي خرجه تيدوزوا. هذيك المراه لابسه لباس ابيض معناها انها امراه ارمله. دخلت عندو على واحد القضيه، تفضلت جلست، قالت ليه وداك البيرو اللي كان عنده هو تما كانوا معاه جوج موظفين اخرين، كل واحد بيرو، كل واحد مكتب ديالو. قالت لي يا سيدي انا رجعت توفى، وتوفى هذه تقريبا 3 شهور، وراجلي كان رجل اعمال وكان عنده مشاريع ديالو. ما بين ديك المشاريع واحد جوج شاحنات ديالو جداد، وراجلي توفى على حين غفله، اي الراجل مات في قلبيه. وقالت لي واحد من داك الشاحنات شاده واحد السيد تيخدم بها. قلت لها ودي ندير معك كما درت مع الشاحنه الاخرى، لان انا الوارثه وولده هذا هو الوارث، ما عندنا شي حد اخر. قلت لها جلس معنا باش نشوفوا شنو تتخدم وفين تتخدم وفين تدي الشاحنه وفين هذه فين هذه. الحاج دابا راه مات راجلي وانا هي المسؤوله، وراك شتي صاحبك الاخر اللي عنده الشاحنه الاخرى اللي خدام فيها، راه تيجلس معايا في الطابله وتهضر معايا وتتكلم معايا وتوريني المداخل وكذا وكذا، وانت شتك ما عطيتش اهميه تماما. لا لا وصافي خلينا تنسالي، دابا عندنا الشغل وحنا خدامين وكذا كذا كذا، والحاج ما كانش يزيد معنا هذا الحساب وهذا، وبقى تيدوخ فيها السيده، ما بغاش يعطي راس الخيط، الشيء اللي جعلها التجأ. المخزن، والمخزن ممثل في ذاك السيد اللي مشى تشكي عليه في المكتب ديالو، مشى تشكي عليه. السيد شاف المراه كما شافوا هذوك اللي معاهم في البيرو، وهاد المراه من الميزات ديالها انها كانت جميله، كانت جميلة فوق العادة، لأن هي كانت من الجبل، وكانت من الجبل واحد المنطقة معروفة بالجمال، ولكن المغربية الحمد لله الجمال ديالنا عندنا ومعروفين به، ولكن كاين مناطق اللي الطب ديال الجمال. وهاد خينا هذا ديك المرأة اللي هضرت لكم عليها هي واحد من تطفت واحد المنطقة حدا تطفت، قال لي حدا تطفت عطاني سميتها بلا ما نذكرها، قال لي معروفين بالجمال. وهذيك السيدة كانت جميلة بزاف، شافها نسى ديك البنت الطالبة ونسى كل شيء، نسى كل شيء شافها هذيك المرأة. قدا ليها غرضها تما علاش جات، وناض معاها وقال لها جي نهضر معاك. خرجها قال لها شوفي أنا غنمشي عند هذا وغنجيبو، شوفو الكاميو، شوفو كذا، شوفو طاطا، ونعطي الكاميو ديالك، ولكن بغيت نعرف شي حاجة على حياتك، الله يعطيك الصحة، بغيت نهضر معاك. قالت لي واخا سيدي. بقات يسولها خارج الإدارة تيهضر معها، كيفاش راجلك، شكون اللي مات، كراجلك فين عندك، منين نتي كذا. مراه مرات الدار هذيك السيدة، والراجل جابها من البلاد، تجي مجاودة معاه وليد ومات، والوليد عنده شي 12 عام ومات سكتة قلبية، كتب الله ما كتب، ما عرفاش هي مسكينة تهضر معاه، رجل ديال المخزن، رجل محترم، تهضر معاه بعفوية، تهضر معاه بصراحة. قالت لي حياتها كلها، قال لي هاكي التليفون، اعطيني التليفون انا غنبقى نجي نواسيك، ولا بغيتي شي حاجه استشري معايا وديري معايا ديري معايا ديري معايا. قالت لي واخا سيدي، ومشات في حالتها. هنا السيده مشات وهو بقى معاه على الاتصال، بقى معاه على الاتصال، اهلا لاباس كيف بقيتي، اهلا كذا كذا، تقول لي غنمشي نصوب واحد الورق هنا، راه خصني نطلع حتى الرباط، راه خصني، تقول لي انا غنجي نديك. السيده مرا محترمه لابسه البيض، تيجي سيارته تيديها سواء المكناس، سواء راجلها كان عنده مشاريع، سواء تده، ولا بحال السائق ديالها.
فيما تتكون غتخرج على المدينة تديها وتهضر بها وتعرف على امها ولا تمشي تشوف امها وتشوف باه وتمشي معها تل عند البلاد تشوفهم وتهدا. وهي جالسه في الدار تما معها واحد المراه كبيره من البلاد جابتها تتمنسى وواحد خدامه تجي مره في الاسبوع. في الاخر صرح لها قال لها شوفي انا بغيت نتزوج بك، انا بغيت نربي هذا الدري وبغيت نكون بجنبك وانا بغيت وكذا وكذا. حتى انه صحابه كانوا كما تعاود ديال الشريف قال لي صحابه في الخدمه كانوا عرفوا بانه راه دخل مع هذيك المراه وكل ساعه تقول فين وصلتي مع هذيك وفين وصلتي معها وفين وصلتي معها وجمال وكذا وكذا. هاد النهار قال لي غنتزوج بها. حتى واحد صحابه ما عارض قال لي ها ودي شوف هذيك المراه ديال الزواج مع ذاك الوليد ديال الزواج هذيك ديال تكون بجنبك وتمشي بجنبك وكذا 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 مفخره لك هذيك المراه هذيك. واتفق المراه على الزواج مشى مع عند عائلتهم وقد ما سئلوا تزوج بها وتزوج بها عاديه بعد ما رخصت ليه الاداره التابعه ليها رخصت ليه باش يتزوج تزوج بها امراه ارمله ما فيها حتى شي حاجه تزوج بها فعلا. وهي عندها واحد الفيلا لما مات راجلها الفيلا اللي كانت عايشه فيها كبيره عليها وخافت ولات جات واحد لابارتمون ليزابارتمون ديالو سكنت فيها هو ناض رجع للفيلا قال لها بون رجعوا للفيلا فين كنا ساكنين الفيلا ديالك اللي فرشاه واللي جيت تخافي منها ترجي الله مات. وهو تسنى فعلا العده قداست العده وتسنى واحد المده من بعد العده اللي كيما قال لي الشريف واحد 8 شهور عاد دخل معها الزواج. ما ان كان تردد ولكن المراه في الخط تزوجت به المراه. قصته ديال تزوج بك المراه ما هو كان في واحد المنطقه واحد المدينه صغيره مزوله ماشي كانت مدينه كبيره. وقصته تعرفت وتعرفت والناس عارفين بانه راه انتقل للفيلا هو وياها ولكن ما شافوا عليه ما غير خير تيخرج هو وياها ويجي بخرج الدري يدير المدرسه كان رجل عادي. هذاك الزواج ديالو حتى الاخوان اللي كانوا معاه ما عطاو قيمه بالتزوج ديك المراه وكيفاش تعاملها وكيفاش داك الشيء. بقات الامور غادا هكا. هنا المراه الرجل خلى لها ديور ديزابارتمون في المدينه ماشي تما ان المنطقه اللي كانوا فيها كان مدينه صغيره فيلاج نقولوا فيه واحد خلى لي واحد جوج ولا ثلاثه كما قال لي هو ديال ديزابارتمون وحده ساكنه فيها وحده كذا واحد شي حوانت ولا تمشي تاخذ الكره ديالهم كان كاريهم داك السيد الكاميونات بجوج عنده واحد الفلاحه خلى ليها فلاحه بدات تعاون ديك المراه في الاداره ديال دوك التركه اللي خلى لها الراجل ديالها بقات تعاونها المراه نيه المراه حباته ولا تتبغيه ولا ثقه فيه ما شات فيه شي حاجه خايبه ولا ثقه فيه لواحد الحد ما تتصورش. عنده غلط واحد كان فيه وحاجه اللي كانت خايبه فيه انه كان تكره والديه. هي المرأة ما عرفتهاش كره والديه لأنها كيفاش نعرفوا المرأة عمرها ما عرفته بأنه تكره والديه لأنها في هذه القصة هذه كانت واحد المرأة الثالثة. المرأة الثالثة هي اللي كانت خدامة عندها تجي كل مرة في السيمانة هي اللي كانت تتعود كل شيء تثق فيها فاش كان رجلها حي. المرأة الثالثة هي اللي بقات تمشي عند الشريف اللي هضرت لكم عليه هاد السي السملالي هضرت لكم عليه تمشي عنده للدار عنده تتشقى ولكن كانت تعاود تاهي لمرته كل شيء اللي تيوقع. باش نقول لكم من اين جاءك هذا؟ منين جبنا هاد المعلومات؟ ومنين جابهم الشريف؟ منين جابهم ليا؟ كيفاش لانه كانت ما تعيشه هذيك المراه وما تقاسيه وما هو جميل وما تتعاود لديك السيده اللي ولات وحده من العائله ديالها تجي جوج مره في السيمانه تجي عندها بلا ما تقولها لها خدامه معها في الدار ملي خداها الراجل. ولكن كان ما عندها من تخوي لانه ودا في البلاد ما عندها من تخوي الا ديك المراه. هو كان تيجي عند والديه لما تيجي والديه المراه لاحظت بانه تستقبل والديه واحد الاستقبال ما مزيانش. كان والديه ناس كبار تيجيو عندهم ساكن على قفله ولا ما يعلموا وتبقى غوت اشوفوا عطيتكم التليفون ديك المره عيطوا لي قبل ما تجي ماشي غتجيو تدخلوا انا دابا خدام واش غنقابلكم تتقول لي انا غنقابل والديك هما يبقى لا ما تقابليهم شي كذا ادى به الحال حتى انه مشى لواحد الكراج عنده زايد في الدار عنده فيلا كبيره مشى لواحد الكراج وجا صبغو قادو ودار فيه واحد الفراش
وفيه واحد المرحة تما حاجاكم تكون الله قريب واحد المرحة تحتي كما تنقولوا هذا حدا الكراج. وقال لي الشيخ بغا يجيو الوالدين هاد الفراشة يجلسوا في هاد البيت يجلسوا في هاد البيت ويجلسوا في الجردة. قالت لي المرأة ويلي والديك يجلسوا في الجردة؟ قال لها صافي لا من يجيو راه الفراش يبقى يجلسوا تما. صلاة على النبي. خويا مساكن تيقولوا غير ايه تيجيو تيجلسوا هي كانت تيبقاو فيها تهبط لهم الماكلة تهبط لهم هادي لما يكونوا جالسين طلعوا من فوق الفيلا من تحس به يجي تهبطهم من تحت. هو تيقول لها هادو ما مشاوش ليهم ولا ايوا ما ضربوا دابا سيمانة هنايا ايوا هضري ما تقول ما هضرش معاهم يقولوا مسيروا فحالكم. تقول انا غدا غنديهم تيجي غدا تيقول ما راه حنا غنسافروا حنا غنمشيو حنا غاده يلا نمشيو تيديهم تيسافروا مساكن. هي كانت تتخبي في لسات تتمدهم اليوم بينها وبينهم هو ما كاينش تيرحمهم لان والدي غير بوحدهم ديك البلاد فين خلاهم. عندهم واحد بنتهم مره كان تيزوروها كما حسب المعطيات اللي عندنا تيزوروها. وهذوك الوالدين كانوا بعض المرات تيعيطوا عليه وهي تشوف تيعيطوا عليه تيستغلوا الظرف شي ظرف وتيعيطوا عليه بالرقم اللي عطاهم ديال التليفون ديالو تيعيطوا عليه تيقولوا حنا بغينا نجيو نزوروك اوليدي بغينا نطلعوا عليك واحد السويمين نجلسوا معاك. وكان كل مره تيجاوبهم تيقول ما تجيوش وحنا ما كاينش تما وحنا راه مسافرين حنا راه ما كاينينش. وتتقاسم مع ديك المراه وتا ديك المراه اللي خدامه عندها اللي تتحكي القصه تقول حشومه عليك خليهم يجيو حنا غنتكلفوا بهم حنا كذا حنا كذا. ولاو تيجيو بزمنو اقل حاجه تيديروا هذوك الناس مساكن اقل حاجه تيديروا مع ناس كبار تقول هادشي اللي بغيتي راه هو جالس تما راه جالس ياك الدابه بتحشم بيا راه كذا كذا ها هو بغى ياكل قال لك ها انت اش تدير لي تمني عليهم ديك المجيه ديالو. وواحد النهار قال لها شتي هاد خياتنا ما بقاوش يجيو عندي. قالت لي اودي خليهم ما كفاكش هاد تتنعسهم في الكراج. قال لي ما بقاش يجيو عندي صافي ما بقاش يجيو عندي. واحد النهار وين نوض لهم قال لكم واحد القضيه ما بقاوش يجيو عندي. بقى سمو باه تفاجئوا تيبكيو قال ما بقاش يجيو عندي ما بقاش يجيو. جا واحد خينا عيط عليه قال لك اخويا اديهم تقول مش معلوم حوايجهم وقاد لهم هذا عطوك شي حاجه يديو معاهم هاي صافي يا سيدي السيد راه يديهم هاي واحد سي قال يديهم يديهم. وكان رجل السلطه رجل السلطه جاب واحد قال يديهم ما بقاوش يجيو. وفي ذاك النهار تقول ديك السيده عيط لاختو قال لها شوفي راه النهار بقاو يجيو عندي هنايا راه غادي نخرج عليك ما بقاوش يجيو عندي. قابل لي امك وباك تما تصدعيني انا تحشميو بيا هنا وكذا وكذا. اي فرق مع باه وامو خرجوا تيبكيو بعد ما كرفصوا ليا ملي كان تيجيو بعد ما كان نعسهم في الكراج شحال مره. وما مساكن تيجيو من البلاد من العروبيه تيبان لهم داك الكراج بحال حالته هذه عاديه. تيجي مسكين تينعس حيت هو في البلاد مسكين عنده بحال الكراج ديك الدار. تيجي مسكين تيجبدوا تما تينعسوا تيدخلوا لذاك المرحاض تهبط لهم الاخر شويه الماكله تيوقفوا قدام الباب ما عنده فين يتساراو داك تيجلسوا غير قدام الباب بقاو يشوفوا الناس تيدوزوا ما بقاش يبغوا يجوا ما بغاش سخطد الله ولا شي حاجه في راسه ولا ولكن هنا في غنجيكم بان وكان ربك بالمرصاد. فيما دير شي واحد مع شي حاجه ولا دير شي واحد شي حاجه ولا تكرس على شي واحد مسكين ولا كذا ولا كذا لا من العائله غير العائله راه كاين واحد ثالث حاضك والله تيشوف فيك. شي واحد اللي كان مع مرته في الدار يكرسها ويسبها ويسب ولادو يخليهم بالجوع وكذا وكذا ربي راه تيشوف فيك. اما يكلمها لك في الدنيا اما يكلمها لك في الاخره او الاخر يتحاسب معك يشوفك قدام الناس يشوفك بشي مرض وهذا ولا هذا ولا هذا. السيد كما قلنا وش على والديه بقى مع مراته بقى تيدخل الشؤون ديال مراته الماديه ولا تي هو المسؤول. هذاك الكاميو فلان فلاني وفلان فلاني واحد الكاميو قال له نبيعوه كاميو الاخر خليه يخدم والاخر داك ديال داك المعكس نوضي بيعيه. باع داك الكاميو هي مسكينه كانت تقول فيما تي يبيعوا شي حاجه تيقول لها فاش كان ديرها تقول لها هي عندك كيف كاينه كاينه خليها عندك يلاه خلي عندك تنحتاجوها جبدها. كانت مسكينه هكا غاده كانت تتعامل كما كانت تتعامل مع راجلها. راجلها تو كان تيجي تيجيب لها الملايين تقول لها خبادو عندك تحطهم عندك كانت نهاني فين حطيت هذوك الفلوس. هو تتعامل هكا هو لا كان طميمي على السيد هذا طمع عليها شويه في رزقها كما تيقولوا الناس وكما قال لي الشريف طمع عليها في رزقها وبدل السياره وبدل هذه وبدل هذه. وكان ديما تيخرجها واحد الوقت ما بقاش يخرجها وما بقاش يديها فيها. علاش؟ رجع الاولى رجع حبيبته الاولى اللي كان تيبغي رجع اللي كانت ديك اللي وقفها من المدرسه وخرج عليها رجع ليها اللي تتسنى باش غيتزوج بها رجع ليها. لان لما تزوج بهذه شرح ليها ربما وقال لها انا بغيتها غير الفلوس انا غير الفلوس ما تخميش وانا غنرجع لك غنرجع لك. ووفى بعهده ورجع لديك الاولى واغتنم الفرصه ديال المراه
اللي كانت بعض المرات تمشي تسني ليه شي حاجه يبيعها ولا تسني ليه شي 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 حاجه من الاملاك ديالها ولا شي حاجه تكلفوا بها او مهمه من المهام اللي عندها ديال داكشي ديال التجاره ديالها. واحد النهار ويسنيها واحد الورقه، سناها واحد الورقه فيها بانها تسمح لي بالتعدد، انني فلانه 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 كذا ارمله جوج فلان وهذا، وانني اسمح لها بالتعدد. وشدك الورقه ديال التعدد ومشاو كليزيوها هي وياها، والسيده ما عرفاش بانها قال لها التعدد، ومشى ودفع الاداره ديالو، والاداره ديالو تشوف القضيه عاديه بانه عنده حق يتزوج عيالات، وعطاتو الترخيص وتزوج الاخرى، تزوج بها ودار بها عرس بلا خبر هذيك، تزوج بها ودار بها عرس. وقال لها بون غنسكنك بوحدك وتكوني ابارتمون بوحدك كما كان متفق معها، والاخرى راه هي تما راك عارفاني انت اللي عاطيه قيمه وانت اللي تتهميني، الاخرى راك عارفه اش بغاها وتزوج هذيك. وكما تيقولوا النصارى بوشاوري من فم لودن فم لودن فم لودن، توصل ديك ما وصلت لها اخبار، وصلت لها الاخبار قال لها صافي انا تزوجت بها شنو فيها وشنو فيها، وانت عندك ولد والاخرى تاين قال ماشي وليد ولا شي حاجه، وراك سمع هذا قبل منك انايا، ودابا بغيتي نديرو نديرو، المهم انا تزوجت بها ساكنه بوحدها راه بعيده منك صافي نهانيه. المراه مسكينه كانت دارته سند من بعد رجلها، وما عندها حد غيره، وما عندها حد من غير ديك امها وبوها اللي في الجبل تيجيو مره مره، وما عندها حد من ديك امها اللي جات واحد الوقت جلست معاها لما مات بوها جلست معاها ديفينيتيفمون، وداك الوليد اللي خدام تيكبر قدامه، وداك الوليد اللي وصل 16 عام وتعيط ليه با، وصل 17 عام وتعيط ليه با، وصل 18 عام وتعيط ليه با وتحترمه، ولكن هو تا اللي في راسه وتزوج. هي مسكينه ما 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 لقات ما دير، تعرفوا بنات الناس ما تيكونش مطورات، بنات الناس العفيفات ما تيكونش بحال دوك اللي ما عايقه ودير لي هذا، وبنت المدينه تقول اسمعها بنادم اسمعها بنادم والله تنخرج عليك ونخرج عليها، فهمتي عايشه هادي سمعتيني، وتنوض معاه وتقول لي انا غادي للبوليس وتجي فارقونيت لها. هي مسكينه حطات عليه يدها وجاتها واعره باش تطلق منه وباش تكحاج باش تقول شي حاجه، صبرات قالت لي صافي اخويا الله يعاونك، بقات تمشي عند هادي وتمشي عند هادي، ولكن كيما نجي نفرقوا تمشي عند هادي ويمشي ويمشي عند هادي وتمشي عند هادي مره واحده، اي انه تيضرب لك واحد 10 ايام تما وتيجي هنايا واحد يومين تيمشي، المراه تقول اش غادي صافي ما يهمنيش يمشي ولا يجلس انا دبر راسي معاه. واحد الوقت قال لي نقول لك واحد القضيه، انا عندي بزاف ديال الشغالات وعندي فلوس ندير بها مشاريع وندير مشاريع ونكمل داك المشروع ديال كذا ونعاود ديك الفلاحه نديرها وعاود كذا كذا، هذيك لابارتمون ساكنه فيها ديك خيتي غنبيعها ما تبقى ساكنه. قالت لي وفين غتسكن؟ قال لي غتجي تسكن هنايا، الفيلا كبيره ما فوق الفوق والتحت، مالها ما تسكن الفوق هنايا وتسكن الفوق، انا بقى نمشي عندها تما ونجي هنايا ونمشي عندها تما ونجي هنايا، ولا نمشي نجلس عندها تما من تنجلس معها 6 ايام ولا 7 ايام تيطلع لك انت الدم، وخصني نقابلك انت ونقابلها هي، راه عندي بزاف ديال صحابي مجوجين مجلسين عيالاتهم في دار وحده غير ديزابارتمون مجلسينهم، حنا راه عندنا فيلا هنايا وانت الفوق هي لتحت ولا انت لتحت هي الفوق، والدار راه كبيره شاندها هي. وكانت هذيك يلا ولدت مع واحد البنت اخرى جديده، قال لها هي ولدت معايا دابا بنت وهي يلا ولدت نفسها، ايوا شنو غنديروا؟ نبقى انا مقابلها ومقابل الدريه وتعرفوا وتولي خواتات وولي وكذا. قالت لي اللي بالك ديروا اللي بالك ديروا، جاب هذيك ودخلها عليها وسكنها الفوق، عندها تاهي فراشاتها عندها حمام ديالها عندها كشي، ولقاهم بجوج لقى بجوج، ولكن هذيك الجديده دفعها، هذيك الجديده دفعها، هذيك الجديده تتحسب في راسها هذيك اللي داتو ليها، لان كانت بعض المرات اي مناقشه تتقول لها ديتي لي الراجل انت، ماشي تتقول هي تزوجت هي الاخرى وتتبادل تقول شتي انا عرفتك قبل ما يعرفك واش تماه ما تعيشي معاه، وانت ديتي بفلوسك ودرتي لي ودرتي لي، انت ديتي لي راجلي ماشي انا ديتو لك. كان بعض المرات يوقع شي لغات ومناقشات بعضياتهم، كانت اخرى تتهجم على هذيك، كانت تهجم عليها بقوه، لانه هذيك عايشه في واحد الحياه ديال مسكينه، كانت في الباديه من بعد الباديه دخلت للمدينه، دخل عنده واحد الراجل كريم ولاباس عليه وتاجر وغني وكان تيجلس مع ناس مأدبين وكذا وهذا، الاخرى راك عارف دوك البنات
وكانت منوضه لي صداع قبل واش غتجوزني ولا لا واش غتجوزني، كانت تقول لها غابلتي شو كندير مع هذه، غابلتي راه عندها شي فلوس وغابلتي ما كتديري هكا ومالك مالك، حتى جات من جات جات قويه انه هذا هو رجلها هذه داتو ليها. بقات تذكر ديك المراه ولات تشكاليه ولات تقول ليه الماكله ديالنا بوحدنا، ولات تاكل مع هذيك بوحدها تاكل مع هذه بوحدها، واللف هو ولا متيجي تيطلع تيطلع دير لك شوما الفوق، حكمات الاخرى باش يطلع عندها هي الاولى كزما هي الاولى عاد يبطل تحت، حكمات ثاني ما بقاش ياكل عند اخرى، تيقول لها طيبي انت وماكلتك بقاي طيبه انت ولدك وديك المراه اللي خدامه معنا والوالده ديالك وصافي انا خلينا نطلع الفوق تما تلقى راحتي وكذا وكذا. بقات المراه صابره ولا بحال كاين عندها شي وحدين في دارها، راه ما هو داك الشيء هذاك ناد ازر، هو ازر ديك الجديده ولا مؤازر لها ولات يخدم ضد هذيك، إلا أخرى نت معها صباط تا هو تيود معها صباط، ولا تيطالب هادي فلوس غنبيعو كذا كذا لا غنبيعوها، ولا تيبيع ليها بعد أملاك ديال راجلها بعد تلك هاد راجلها. المرا شافت راسها مسكينة غادا غادا في تراس، وداكشي تتشوف أخرى تتبدل في الحوايج وفي اللبس، ودار لها بيرمي ودار لها السيارة، وتيشوف داكشي وهي ما بغات لا بيرمي لا سيارة، بغات تكبر ويدها وتشوف ودوك الناس اللي هذا كاري عندها يجي يجيب لها فلوس، هذا كاري ما عند رجا يا ربي يجيب فلوس، هذا كذا هذا كذا، داك المشي لعاد لخر رجلها تشوف راسها غتمشي غتغرق ولا تجامع يديها، خافت راسها وجمعت يديها. هاد الجميع اللي جمعت يديها هو ما بغاش، هو ناسي الماندا تيتخلص، هو دير ماندا منها هي ولات جامع يديها. تتقول ما يمكنش انا يبقى نصرف صرف صرف وبيع بيع بيع وخدامه تنعرف راسي، والسيده الفوق ها هي جات ولات شاده كل شيء، ما خدامه الدم ما عندها والو، ولات باللبس والسياره وكذا كذا كذا، هذا الشيء ديال المره ديالي ما دير. اه هو ينوض معها صباط ينوض معها صباط، ولا بعض المرات كاع تيطردها من الدار في الليل، ولا مسكينه تمشي تمشي عند شي صاحبتها تما شي جيرات جارتها وردوها، ولا تمشي عند دارهم ب 10 يوم 12 يوم وتجي يمشي يجيبها. والسيده بدات تكرفص بدات تكرفص، في الاخر هو يدير لها القاطعه دار لها الحجر، لان ما بقاش تعطيه ما بقاش كذا ما بقاش تعطيه، نعم دار لها الحجر. ولا تمشي على ظهرها تمشي عند دوك الناس اللي عندهم الكرا وداك الشيء، تجبد ديك الوثائق اللي كانوا عاطينه عاطيه كاتبه لي بانهم كلفاه، تيستغلهم وياخذ كرا من عند هذا وياخذ من عند هذا وياخذ من عند هذا، يمشي عندك الحاج ولا تمشي عندك الدار المكريه ولا تياخذ. متى تمشي هي تقول دار راجل خدا داك الشيء، تجي عنده تقول له مالك مخصوصه اش خصك راه فلوس عندك، شو شو هو يدير لها الهجر، هجرها هجرها تماما، ولا تدخل تطلع فوق. وبقات السيده صابره صابره هي وداك الولد عندها صابره، والدري تيمشي يقرا ويجي الشاب معقول، ولكن هو هجرها هجرها تماما، ما عندها لمن تعاود، ما تبغيش تعاود امها تفقصها كما تقول تتعاود ديك المراه، ديك المراه اللي خدامه عندها، ديك المراه كلشي كانت تتعاود تمشي للدار الشريف، تتقول يهضر ليها مسكينه وكذا، الباح ضربها في الليل الباح كذا كان غيخرجها، قال ليها فعلا وهي ما دارت والو، الاخرى تتحرش عليها، والاخرى كانت عاطيها السب والشتم والسب والشتم والسب والشتم. هنا تيقول لي الشريف هاد السيد كان تيعرف الشريف مثل لي الشرطي العميد اللي كان اللي هضر معايا في هذه القضيه وعطاها لي كامله، كان تيعرفه وكان تيعرف ديك براتو ماشي الاولى، لا تيعرف الثانيه، هذيك الثانيه ديك 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 اللفعه كان تيعرفها وكان تيلقاه معاها وكان تيجلس معاها، هو ويا متى تيتلاقاو في شي قهوه تيجيبها معاه، الاخرى ما تيجيبهاش مسكينه معاه، تلاقاو في شي ريستورون تلقاه جابها معاه، هو ديما جاي معاه الجديده، القديمه تتبقى في الدار. هنا هنا واحد الخرجه نقولها لكم، كان واحد صاحبنا مسكين الله يرحمه كان جزار تنعرفوه، وخا كبير في العمر كان عنده واحد الخليله، وكانت مراته مسكينه تعرفات هي واحد المراه كانت غليظة وتتجلس في الطوموبيل ديالو ما تتبانش، تتبان هكا في الطوموبيل ما تيكون دايز بها، وكان مرة مرة تيخرج ديك براتو مولات الولاد، ولكن أغلب الوقت تيخرج ديك خيتي الجديدة ديك الخليلة ديالو، ديك الخليلة ديالو تتلقى معاه في الرباط تتسالى معاها تيدور بها وكذا، ومرتهم تيكونوا جالسين في القهوة تيدوز حدانا تيبان الكهوة مخرج مرتو غير مخرجها هو راه الدار الدار، متى تقول له خرج جيت شويه تقول له واخا تيضربون تيضرب الدوره
وغلا في الراعي شويه تقول انت كنت غادي الاكسيد الشيط تقول ما تخرجيش احنا كنا غندخلوا في هذا السيد هو كنت حرام كان الله يرحمه كان يضحك بهذا الشيء قال لك تنفلاني بالعاني تقول لك كنا غنموتوا الطوبر خسرت ليا واش انت غمصدعني خرجني قلت شويه في دارك كنت يدم عليك خرجه تيخرج ربع ساعه ترد عاد تمشي عند خرى تبقى تسالى بها مزيان تدور بها الله يرحمه مسكين مات ومات جاب الله ما تزوج بديك الخليله مات وخل تزوج غير هذيك اللي كانت عنده بعدها فلتات ديك المراه مسكينه هذا كان ريستوران قهوي كانت تلقى بعد الشريف وكذا وكذا وتهضروا تكلموا كان ديما جاي مع الاخرى هذه الاخرى ولا تعرف الشريف لما تلقى بوحدو الشريف تسلم عليه الشريف تحول هنا تحول واحد المدينه مشات الاخر من غريب الصدف خدم في ديك المدينه وتعرف وقوا اصحاب حتى واحد النهار قال لي الشريف قال لي انا ما عرفتوش اش وقع لي من بعد عارف انت تكفص هذيك المراه عارف الدارها ديالها عارف وكذا ولكن ما عرفتوش اش وقع لي من بعد ما بقيتش ديت حتى واحد النهار تلقى مراته ديك القديمه لقاها هزا واحد طيار بي جديده راك عرفتوا دابا القديمه الجديده وتبتوا معايا حيت انا تنتلف بعض المرات القديمه حيدوا لها الجديده باش جديده الفيعه ديك اللي جات وخربقات كل شيء لقاها هزا واحد صك ودار لي يد هكا وميت لي يد رجل وعندها فما اوج دوك الناس يتي الله يكتب السلامه يصبوا اكسيدون سيريبرال في الراس يتقطع لي معرق في الراس تعرف هذوك الناس يتقطع معرق من هنا تيموت لي من الجهه تقطع من هنا تيموت هاد الجهه وغدا هز سكري هكا وغدا وعيطات عليه هو ديز في الشارع عيطات عليه الشريف ها الشريف واحد السيد قال لي تكلمت كلمه قال لي ما عرفتهاش قال لي لاباس بخير قالت لي ما عرفتينيش قال لي لا ويلي وي انا مرت فلان قال لي لاباس عليك كيدير قالت لي ما شتيش وغطلع عليها صاحبي وغاسير شوفو راه درنا واحد القصيده واحد القصيده شحال باش درتوها قالت لي هذه رجعت مشهور دابا درنا قصيده ومشات لي عينيه مابقاش تينوض وكذا 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 هو داك صاحبو كي مابقاش علاقه به واخا ساكن المدينه حيت تحول المدينه كبيره مابقاش علاقه به قال لها وفين تيكون هو قالت لها في الدار راه فين جيتي عندنا فينا فين قال لها والله تنجي نشوفه قالت لها وعندك وهنيت وفاب العهد ديالو تيقول هو قال والله تمشي نشوف ودوز واحد الوقيت واحد الايام ومشى شافو قال لي ديت معايا شي حاجه وشي وريضات وشي حلوى وقالت نمشي نشوفو صديق قديم نشوف قال لك بغيت نعرف انا فين وصل مع هذيك المراه وداك الشيء مشى ولقاه هو كان تحول من ديك المدينه وخلاو الفيلا ديالهم ولكن الخدمه حولته لمدينه اخرى وديك المدينه الاخرى عنده واحد الدار تما بانه فلوس شريفه عنده واحد الدار دارها تما وسكن فيها سكن فيها ومشى عنده ودق وحلوا ليه ودخل حل ليه واحد متعلمه ولقاه ديك المراه نيت تلقى بها ديك اللي دايره يديها هكا اللي ما كانش عارفها ولقاه هو قال لي ما عرفتوش واحد العين عنده ما كايناش هاد الجهه ما كايناش قال لي بحال المونستر قال لي وجلس على واحد الكرسي ورجليه قال لي باينين من الكرسي قال لي ما يدوك رجلين ما تينوضوش بحال مساكن الناس المعاقون ولا الناس اللي زحفوا ما تينوضوا قال لي وضعاف ديالها وقلت ليه وكي بقيتي شويه قال لي ما تتكلمش يدير ما تيعرف ماكش في هذا العالم هو يسول لك المراه قال لها شنو وقع ايوا قالت ليه درنا قصيده قلت لك اش قصيده وكنا مسافرين واحد النهار بغينا نمشيو عند الوالدين ديالي كان والدي مراد ايه قالت لي هو صايق وانا حداه والاخرى الاخرى قالت لي الاخرى اللور كانت غدا معانا قالت لي حنا بثلاثه ايوا درنا قصيده ودخل فينا كاميو تضربنا تضرب هو تقلب الطوموبيل وهي تقول ليه وهذيك بنت الحرام وقعت فيها خمسه هذيك بنت الحرام وقعت فيها خمسه هو راه ناس السبيطار شي شحال هو ناس في الاخر قال لك راه مشى لي كونفيرتيبرال وهذا ودرنا شي عمليات ودرنا شحال درنا شحال درنا هاي هات مشهر كل وحنا في الادويه في العمليات انا يا راه تضرب في الراس دابا ما بقاش تنوض انا وانت تشوف حالتي هو ما بقى لا تيتكلم لا والو عينه راه مشات ليه قلت لك عرضت لي واحد العين قال لك كاين غير واحد الحفره تما مشات لي العين ومضروب هنا وترى لي ودنو وقالت لي ما بقاش تيتحرك ما بقى والو ديرها قال له كده تسمع الخدمة ايوا الخدمة راه صافي عرفوه دفعنا الشواهد الطبية وداك الشيء وصلت عندنا خرجوا لي الروفيرم تنشدوا الروفيرم
ايوا دابا عاد جينا هنا بغينا نوجدوا راسنا ونرجعوا ثاني نجلسوا في الفيلا تما باش الاخرى تعاوني فيه. قال اخرى فينا هي اخرى؟ قالت راه باقا في الفيلا ديالها، باقا في الفيلا، حيت انا نهار قالت لي انتقل ما جابهاش، قال لي ما نديوهاش، فاش وقع انتقال لهنا ما جابهاش، قال نخليوها تما. مره برا كانت تمشي عندها، دات لي عاد مع اخرى، اخرى بقات في الفيلا ديالها، ولا خرجت ديك المدينه وما جابهاش، ما جابهاش ديك المدينه. شوف شوف الحقد وحسد، والواحد من تيغلب والسلطه اش قدير، ما جابهاش، خلاها هي ودها تما، وجا هو جمع غير هذيك، عرف بانه هذيك الدار اللي عطاهم وكانت مسكن وظيفي، عطاهم مسكن وظيفي وخدم في ديك المدينه، وعرف بانه قرب ليه التقاعد كما قال لي الشريف بواحد 4 سنين ولا 5 سنين قرب ليه التقاعد، وبغى يدوز التقاعد مع الشركه ديالو جديده، بغى يدوز غير بوحدهم، خلاها تما مره مره تمشي عندها، يمكن تمشي عندها باش تدبر على الفلوس، باش يجيب فلوس، وخرى بقات في الليله جالسه. قال لي ما وقع لها حتى حاجه، حتى حاجه ما وقع لها حتى حاجه. قالت لي ما تهرست ما حتى حاجه، وتقلبت من الطوموبيل وكذا كذا وخرجت سليمه. وحنا انت تشوف دخل فينا هوك الكاميو هاك دخل فينا تضربني انا معاه وعيت طار سبيطار شهر وانا ديال الكوما، هو شهر هو بقى وانا من الكوما، داروا لي عمليه وانا درت شي 3 العمليات ولا كذا كذا، قاتم شهر هو هكا دابا. وهاد السيده مسكينه خدامه معنا معاوننا وصلاته لنا تيجيو صحابو يشوفوه وكذا وكذا. اي ان وقع التدخل ديال الله سبحانه وتعالى وجمع ليه هو ديك خايت تجمع الحساب كامل. كان ربي تيشوف ديك المظلومه اللي تتكاو لها فلوسها واللي مسكينه صابره وما محامين عليها بجوج، بقى الله تيشوف وغادي يكمل وغادي يمشي للفيلا. هو انا ما عرفتش واش مشى للفيلا، ولكن غادي يمشي للفيلا، ولكن ديك السيدات ولا عندها السلطه ديالها، لان الله يخلي لها الصحه ديالها، الصحه ديالها وتقدر تصرف دوك الفلوس ديالها ويبقى هما الداخل ليه خدمتي عطيهم شي مره مره تصاوب لهم صوبه ياكلوها، مره تصاوب لهم شي حاجه يهبطوا الريوس. ان قوه الله سبحانه وتعالى، نتمنى من الله هذا الدرس يفيد بعض الناس اللي تيصحابوا راسهم بانهم غير حيت المخزن ما دخلش في ذاك الجرائم اللي تيديروا راه الله ما غيدخل شيء. وغنختم الحلقه ديالي بواحد الكلام غنقوله على عجاله. مشيت نزور والديا في الروضه بمناسبة شهر رمضان، والله العظيم كلقيت ديك الروضة والله لا عار والله لا حشومة. دخلنا لكم بالله لما نشوف الروضة ديال اليهود والروضة ديال النصارى، علاش زعما احسن من ديالنا حنا؟ علاش حنا ديال الروضة ما فيهاش حتى فين دوز والطريق ما كايناش طريق؟ انا شفت مدينة فاس المدينة العتيقة، مدينة العلم، مدينة الفقهاء والعلماء وداكشي، شفت شي روضة تما في فاس، روضة متوحشة متوحشة والله ما تقدوز. إذا بغيتي تدوز تخاف من اللفعة، تخاف من شي حاجة، تخاف شجرنا يدوز الشوك والناس يعرفوا على القابر وتيقوموا يدوزوا. ولو استطاعوا يديروا فيها طرقات ويقدوا اللي بغى يزور هالطريق هالطريق وفرقوا ما بين القبورة وفرقوا ما بين كذا كذا. أنا ما عرفتش هذه واش مسؤولية ديال وزارة الأوقاف ولا ديال وزارة الداخلية ولا ديال الجامعات المحلية ولا ديال المجالس البلدية ولا الجامعات البلدية، ما عرفتش شكون هذا المسؤول. واش حنا غنبقاو صاحبي هكا يلاه تطلع عندنا رودة مثلا بحال الرباط او الدار البيضاء رودات الشهداء؟ علاش الشهداء تلقى مصوبه مقاده؟ شنو الشهداء اللي فيهم؟ هما الناس المؤثرين، هما الناس لاباس عليهم، هما الناس اللي مزيان في البلاد، هما الناس اللي كان عندهم مناصب سماهم الشهداء وسماهم الشهداء. واخا قلت الشهداء سميتهم الشهداء وسطحوا لهم الروضه تيجوا يشوفوهم كذا وكذا وكذا. لو درنا كيما قلت واحد النهار غير الشاهد في الروضه، الشاهد بوحدو ونخليوها بلا هكا، ما كاين دقبر مهزوز دقبر لا في الرخام لهذه لهذيك. وانا تنقول فين هما اصحاب الفتاوي ديالنا والفقهاء ديالنا والعلماء ديالنا ديال الدين اللي واحد النهار يهضروا على الروضه؟ ورونا خويا الروضه، ورونا كي غنديروا لهذ الروضه. واش تخبر اللي غير الرخام قد دوكا تتشوفوا عادي؟ واش تخبر اللي ما باينش كاع غير الرمل ما باينش تعفطوا عليه الناس تتشوفوا عادي؟ واش هاد التمييز ما بين القبوره، هاد قبر كبير قبر صغير اللي لاباس عليه باين هذا قبر ديال شي واحد لاباس عليه، هذا مسكين قبر ديال شي واحد مهلوك. ما قدوش نوحدوا القبور ديالنا، نوحدوهم غير بالشاهد، الشاهد بس الشاهد، ندخلهم مطلوقين كما تيديروا الميريكان دوك العسكر اللي تيموتوا في الحرب، تيديروا غير الشاهد غير الكروه تيبقاو مطلوقين، يموت فيهم الربيع قدو نحيدو قدو نحيو، ندير فيهم طريقات شي تلقى من يدوزوا، وتكون الروضه بالمهندس الا بغينا نديروا روضه شي واحد تيكون واحد راجل عطاهم ارض قال لهم ما تقولوش شكون انا باش يدفنوا فيها، تعرفوا ديك الهضره عينا بها. علاش هاد الارض من تجي عند المجلس البلدي ولقاوها؟ علاش تنفكروا كلشي ونساو الموتى ديالنا؟ على الموتى ديالنا ما تنزورهمش
وبعض الناس يقول لا لا تزور القبور، لأن القبور إذا مات الميت انت عمله إلا من ثلاث: ولد صالح أو صدقة جارية أو عمله. مزيان سيدي، وأنا أخويا بغيت نزور با وبغيت نزور أمي. تنصول أجم تمشي عند بومي، ماشي أنا، كاع الناس يمشوا الرودة، مرات تمشي عند رجلها، مرات تمشي عند ولدها الله يرحمه مات، عند بنتها، عند جدها، عند كذا، وتتصول أجم شوية تتوقف في القبر ديالو تتفكر أمك وحياتك اللي دوزتي معها وكذا، وباك تترحم عليهم، وجا شي واحد يقرأ شي آية وتدور معاه: لا خويا نزور القبر. العالم كله تيزور القبور، العالم كله، حتى واحد يقول لنا لا ما تزورهمش، أشوف خلي خلي في هذه الحالة اللي هي فيها، خلي في هذه الحالة هذه. تيجيو نهار الجمعة ولاو الناس ما تيقدوش يدخلوا الروضة، تيقضيوها برا، تقول خويا ملي غدوز عند الوالد بلا ندوز عند الوالدة. نتمنى من الله السلطات المعنية بهذه القضية هذه يكون شي راجل اللي يقول لهم إيه إعادة النظافة في القبور ديالنا، ويجيو العلماء ديالنا والفقهاء ديالنا وأصحاب الفتاوى يقولوا إيه نعاودوا النظافة في القبور ديالنا، ونصحوا نرضوا بأن قبور آدمية ديال الناس آدميين، ماشي ناس تيعفطوا عليهم، ماشي ناس البهايم تيدوزوا وسط الروضة تياكلوا في الربيع، ها؟ وماشي بلايص يجيو لهم دوك الشمكاره ودوك الصلاك تبقاو يشربوهم الشراب، انت غادي وسط الروضه تلقى خاوين ديال الشراب مربيين. نتمنى من الله الدراري توصل، مرحبا وشركم، والى الغد ان شاء الله.